كم الاخوان صحنا اليوم فيديو جديد عند عبد الرحيم في المحل ديالو، واللي بغى شي حاجه راه مرحبا. كي داير خويا عبد الرحيم؟ مرحبا بك بخير. هاني شفنا في المحل في القريعه، هذاك عندنا في الدار دابا نجي للمحل، اللي بغى يعرف المحل في القريعه مرحبا بك. نور الدين معروف بكبير، هو هنايا جيت نور الدين، وهنايا راه حدا مصطفى مول المشاش. هنايا بالنسبه للمحل راه في سوق العيون، اللي بغى شي حاجه مرحبا. عبد الرحيم خويا النمره ديالك النمره؟ النمره 06 45 39 هذا السيس، هذا اللي بغى شي حاجه ومرحبا. باش نبداو خويا عبد الرحيم؟ اخويا نبداو بعدا شحال ديال الفوياج عندنا هي برا. هما هنا غادي نسوق الفرامليا ولا شي حاجه. بالنسبه لك كما قلتي بغى يخدم فرامليا. اه شي حاجه قليله اللي بقات. هادو كيتباع للجوج ولا بياسه؟ بياسه اللي بغا شي واحد جوج بغا بياسه كنبيعو حنا كلشي عندنا المحل في الدار. هذاك اللي كتحط هنا كتباع للبيع، ماشي مشكله. كاين الطوس هذا هنايا كثير ولا نتوما؟ هنا غيكون كثير ولا غادي يجي باقي صغير ياك؟ اه باقي شويه. هذا البيروت هنا في اللوينات له، كاين هنا بيروت. نعم عبد الرحيم، بالنسبه للبيروت شحال كيبقى الوهم؟ هذا كيبقى 30 درهم فيها. 30 درهم يعزل الواحد اللي بغا ياك؟ زوجه 50 درهم. زوجه كما قلنا 50 درهم. هذاك الشيء اللي كاين. بالنسبه لهذا عبد الرحيم؟ هذا خويا كيبقى 200 درهم. 200 درهم بالنسبه للطوس؟ كل الزوجه 30 عاد ديرهم هنايا. راه تا هما طاف راه يمكن فيهم هذاك هذاك الكريس كاين هنا عاوتاني الوينات هنايا. هذو جويجات. هذو شحال كيبقاو الجوج هذا؟ راه تا هما كيبقاو 70 درهم الجويجات. هنا بالنسبه لي 70 درهم. كاين الحمام كما قلنا عبد الرحيم، عندنا الحمام في هذه الجهه، عندنا الدجاج نشوفوا نبداو الحمام. هذا واحد الدجاج تبارك الله ولد العام والله عبد الطالب كنشكر الله بو كنشكر دابا الاخوان. بالنسبه لعشاق الحمام هذا تبارك الله يلاه غادي الخدمه باقي. هذا ما شنو بان ياك؟ هذا ديال العام. ديال ولد العام ياك. هذا ذكر ديال المخلطات. شحال ديال السما بغيت تولع في السما. كما تلاحظوا نهيجوا الحميمات وتولعوا الاخوان، وديك الساعه اللي بغى شي حاجه راه مرحبا. كاين كما قلنا الطيار هذا هنا. بالنسبه للثمن هذا عبد الرحيم؟ هذا خويا كيبقى ب 250 درهم. 250 درهم. نمشيو وحده نشوفوا. غادي نمشيو؟ لا غنمشيو. غادي نمشيو ديال الكاليطانو، غير هي مخيطه بحال الكوره ديالها حتى طاح فيها وفيد عنده. ها هو الطيار بالنسبه للاخوان اللي بغا الطيار. نهيجوا الحميمات يتولعوا الاخوان اللي بغا شي حاجه راه مرحبا. هذا راه كتروح لي تبارك الله مفاخ، راحت هي مخيطه شويه بحال الكوره. المرا تبارك الله مفاخ ديالها زوين. بالنسبه للطيار. انت اخويا. هذا الكيلو تاعي ديال المخلط. هذه ديال السكوين اللي بغيت تولع في السمك. هذه شحال كتبقى الثمن عبد الرحيم؟ هذه كتكون كتبقى ب 100 درهم. هذه 100 درهم بالنسبه للكيلو. وكاين الطيار هذا هنا. الطيار بغى يتزاوجوا معاه شي واحد. بالنسبه للطيار هنا. هذا الطيار اخويا كيبقى ب 150 درهم. هذا 150 درهم. هذا تا هو قلنا 150 هذاك 200 درهم. 200 درهم كيبقى الثمن، وهذا 150 درهم كما قلنا. كاين هذا الطيار هذا هنا. تبارك الله تا هو ديال الكابيطانو. ها هو راه تبارك الله من هذا الفراغ. هذه التخفيض دابا المحل تبدل عليهم المحل. دابا حتى يشدوا الفراغ والكرو هذه. بالنسبة لهاد الكير هذا عبد الرحيم؟ الكير كيبقى ب 300 درهم. هذا 300 درهم. هذا تا هو العاملة؟ هذا ديال العام اللي فات. العام اللي فات. كتبارك الله فوقاني تا هو. كاين هاد الكير هذا هنا. كتبارك الله تا هو. كاين هاد الكير الكور هو هذا لتحت. هذا خويا بان كاين تولى طايلة. هذا الفيو. انا نشوف دابا نضربوا معايا الكور. شتيها ملي كتشوف نتوما ما غتكون شي واه. شتيها ملي كتشوف نتوما راه ما فيهش. مثلا ديك الحدا هو الدكا. هذا اللي هنا هذا الدكا راه. بالنسبة لهذا الدفلا هذا. اللي بغا نزوج نخليه هنا بياسة ولا شي. بالنسبة لهذا الدفلا هذا عبد الرحيم. هذا كيكون الثمن ديالو تا هو 300 درهم. هو كيبقى 300 درهم فيها. نمشي هو بالنسبة للكاليطانو كيبقى 300 درهم فيها. كيما قلتي الكاليطانو اللي نافخ 300 درهم. ها عندنا هنا طلق لنا هنا يا عبد الرحيم. شوفوا هنا بالنسبة لهادو راه بانوا لي متساوي هنايا. شوف هاد البيسات غيكونوا متساوي. فقط ما فردتهمش فهمت. ديك الساعة اللي بانوا. دابا يلاه بداو الخدمة هاد العام. هادو غيكونوا متساوي. الخدمة ديال متساوي هذاك اللي ما عرفتش.
كما فهمنا هذو قلنا كيبقاو 300 درهم الفياسه 300 درهم هذا هو اللي هنا اما 600 درهم هذا غيكون الدرع هو الشيء باش يدير لك مشكوات راه غيكون مازال غينفخ اكثر منه حيت مازال غيزيد اما كما شفنا كاين هذا هنا هذا الكيس هو ودعم باقا داو مع المحل مخلوع ان شاء الله مقلوم ان شاء الله خصو تيوكر هو يجي تبارك الله تاهو مناخي كاين هذاك الشمبوسه هو راه ذكر هاهو اللي حداه هذا اللي هنا كاين هو غير شمبور هذا كيبقى ب 200 درهم بالنسبه لشنو هذا 200 درهم بالنسبه لهذا هنا الطبيب هذا حتى هو 200 درهم هو كيبقى ب 200 درهم هو 200 درهم ديال المخلط هذا هنا كما قلنا حتى هو كيبقى ب 200 درهم ديال المخلط حتى هي 100 درهم الثمن ديالها هذه كتبقى ب 100 درهم وهم الصوره الاخوان تولوا معنا واللي بغى شي حاجه راه مرحبا كاين تبارك الله تنور هذا حتى هو تبارك الله في المستوى اما شنو ما تيهيدو دوزو عبدو دوزو خويا الجاج الجاج ياك هنايا اما كيما تلاحظو هذا تقول لهم ليون دوتش ليون دوتش تريو هذا تريو هنايا ذكر وجوج نتوات انا باش نبانو مزيان هاد الكير هو اللي هنا كير تبارك الله مبراسي تا هو و جيجات هما هادو كاين هاديك اللي لهيف هاد اللوينان و كاينه هادي هنايا هاد اللوينان هنايا شحال كيبقاو الدراهم؟ خويا كيبقاو هادو كيبقاو ب 700 درهم 700 درهم تريو 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 هي الطير و جوج دجاجات راه خدامين دجاجات كيما قلتي كيبيضو ياك كيبيضو اما كيما تلاحظو هنايا كوفلنا كازاك ياك كازاك ياك كرب ياك تبارك الله هذا خويا كيبقى ب 600 درهم 600 درهم هذه وديك الساعه اللي بغا شي حاجه راه محضه ما كاينش مشكل كاين عندكم مستوى ديال الطابو نمشيو الطابو هنا واجده فيه الخدمه صون زوين بالنسبه للشاطه ديال الزينه هذه تاهي واجده واجده الخدمه الثمن ديالها 450 درهم هذه كتبقى 450 بالنسبه للطابو كتبيض فيه كما قلنا كتبقى 450 درهم ندوزو هنا لتحت عبد الرحيم كاين ماكازاكي فرا جوج اخرى هي جوج ديال ماكازاكي او الكير ولي على اليسار ولي على اليمين هادو خدامين دابا هادو تبارك الله تبارك كيبيضو هادو زعما راه خليت منهم البيض تشوف في القاشة خرج ليا يعني كيعمر فهمتي هادو خويا انت هما كيبقاو ب 600 درهم 600 درهم كيبقاو كما لاحظتوا حرك حرك هذاك الشبان مزيان الله يخليك هاي نمشي ولا على اليمين والطير ولا على اليسار كما قلنا اللي بغى شي حاجه راه ما كاينش مشكل ما خلاص بزاف ندوزو هنايا بالنسبه هنا يكون سافابوت سافابوت هذا راه تبارك الله زوين واجدين تا هو هو هذا على اليسار هادو كيجيو بحال هكا مشربلين بحال هكا مشربلين الطير ولا على اليسار وهذا ونمشي ولا على اليمين بالنسبه عبد الرحيم كاين البيض عندك لا كاين البيض كاين البيض بغا ياخذ البيض حتى هو كاين ياك بالنسبه للبيض راه كاين كما سمعتوا واللي بغا الكوبل هذه شحال كتبقى الكوبل هذيك اخويا كتبقى 700 درهم فيه هذه 700 درهم كما قال الكوبل واللي بغا شي حاجه ما كاينش مشكل كاين مفاهمه كما سمعتوا وبالنسبه للبيض حتى هو راه كاين بالنسبه للاخوه اللي باغي البيض راه حتى هو موجود شنو واحد كويني راه هو حتى هو ها هو هنايا هذا اش من الراس بيشو هذا كان شويه كبير على كبير على
راجل واحد الحيره في فيلا بيع الدار. اسكت هذا كيدفع خويا ب 500 درهم. 500 درهم شحال عنده في العمر؟ عنده تقريبا شي عامين. عامين اه كان يفكر فيها. راه عندي نتوما ديال الوالده في الدار شلفها شي واحد الوالد ديال كامل. كاينين كيما لاحظتوا كاينين الوالده ديالو اللي صغار هذا عندهم 20 يوم. اه كيما قلنا هذا عبد الرحيم المحل هو المحل ديال القريعه صافي العيون مرحبا بكم اللي بغى شي حاجه عاد ما يكونش الحمد لله كيف جات عندنا الطوس اللي بغى شي حاجه الحمد لله راه غندخل لك الميره الفيسبوك الا كان هو الفايت قلتي تا هو كاين بالنسبه للاخوان اللي باغي الفايت دابا راه كاين تا هو متوفر البيض وعاودنا الميره ديال خويا عبد الرحيم 06 45 36 هذا فاللي بغى شي حاجه كما قلنا المحل ولا بغى شي حاجه في الدار تاعي راه غنديروا شي دويره تما ان شاء الله حتى كاين شي حاجه عندك تاعي للبيع تما كتكون ان شاء الله تاعي تكون زوين تبارك الله تكون شي حاجه للبيع ان شاء الله نجيبو كل شي بخطره شحال شويه السوق راك عارف كيكون دور فيه المر ودابا الجو دابا شويه الجو بارد دابا بارد كدير واحد البويلات على حسب السخونيه هادو هنا ديال السخونيه هذا وحده باش نبقاو شويه السخونيه هادو عبد الرحيم تما للبيع اللي كيبغيهم تما شويه هادو كاينين ها كيبقاو ب 100 درهم كيبقاو ب 100 درهم الدولار كيتسخن بالدولار دابا راه واقف تحت منا كاينه الحراره كاينه السخونيه هادي كتخدم الموالي يخدموا في البيت بحال هكا صغيور زوين كل واحد جميتو على جوج متر ولا ما خاصهاش تكون غير شي كارطون حجم هذا شويه هاك تبغي كيما قلتي بحال هكا شي شويه تاع واحد جميت ولا متر ولا متر ولا متر وهادي عبد الرحيم تخدم الحمام الدجاج الحمام الدجاج وبيض السلال كل كيدير في قاطه كيدير البيض كيدير واحد الكارطونه كيدير فيها البيض ويحطها فوق الكارطونه كتجي واحد اليومين كيبقى يقلب فيهم كيدير واحد 18 يوم ولا واحد 20 كيخرجوا هو كيما قلتي تما راه كاينين كيديروا 100 درهم ياك بالنسبه اللي بغاهم تما راه كاينين واللي بغى شي حاجه مرحبا بجميع خلينا نما ديال خويا عبدو راه مرحبا ولا باج اخويا اللي بغى حتى يتولى عبد الرحيم رامو عبد الرحيم رامو معروف عبد الرحيم رامو الدوغ ارجنتي كلشي كاين حتى هما غنشوفهم ان شاء الله هذاك الدوغ ارجنتي ان شاء الله تنزلوا شوقي تنشوفوا معاهم ومرحبا بالجميع كما قلنا لك الدواره اللي هو في المحل عند عبد الرحيم في المحل واللي بغى شي حاجه راه في سوق العيون ومرحبا بالجميع القضيه ديال الكلاب راه عندنا الاخ نور الدين هو الجار ديالنا كيصوب البراكه ديال الكلاب شفتوا البراكه كتشوفهم دابا غنشوفوهم عبد الرحيم سير نشوفهم كاين هنايا البراكه تبارك الله انا معمرهم شي حاجه كتجيب راه تقريبا شي مترو شحال صالة بار مترو 20 على متر و 40 متر 20 على متر و 40 وكتجي لهم مغلفه ب كيجي بهم بلاستيك بحال هكا هذا هو العبار اللي كتخدم به انت هذا هو العبار وبالنسبه لهذه شحال كتبقى الثمن؟ هذه من 400 حتى 300 على حساب كبيره وصغيره. اقول لك كبيره وصغيره 300 صغيره شحال فيها العبار والكبيره شحال تايا؟ الصغيره فيها 60 على متر والكبيره فيها متر 20 على متر. وقلتي الصغيره 300 والكبيره 400 درهم. وكاين حتى هنا فليسات تما. الجلدي ديال الام نور الدين. نور الدين مولوع اللي ما كيعرفش نور الدين غني عن التعريف معروف بالزيزون كاين هنا فليسات هادو شحال كيدير لهم؟ 300 درهم. هادو 15 درهم كيبقى لواحد 15 درهم ياك. كاين عنده حتى السمان. عنده السمان هنايا. بحال شحال هنا السمان بحال داير؟ مهو زعما قالت مهو كيبيضوا البيض شحال شحال 10 دراهم 10 دراهم كما قال لكم عمر كاين ديال الكامل هادو ديال اللي بغى يذبح ولا اللي بغى يربي راه كاين العدس تا هو اللي بغاهم ومرحبا بالجامع ها هو كيما فاهم عمر كيما السمان تبارك الله الهوري شعر راسي شعر راسي شعر راسي لا لا هو ديال الذبيحة كما قال لكم راه زيزون غني على التعريف اللي بغى شي حاجة راه المحل ديالو هذوك ديال القنية قنية دجاج كيروكي اللي بغى ماشي هذوك شحال كيديروا هذوك 250 درهم كيبقاو 200 درهم يبيع 200 درهم هو كما قال لكم راه يبيعها المحل هو ديال زيزون راه معروف بالزيزون هنايا والمحل ديال عبدو راه حداه هو اللي هنا هو كما قلنا واللي بغى شي حاجه راه كما قلنا عبد الرحيم تواصل معاه مرحبا بكم والله معروف لنا حاجه نقول لهم نور الدين ولا عبد الرحيم من الكره نجيبو حتى وكان هذا هو الفيديو اليوم معك اخويا عبد الرحيم وتحياتي خويا الله يسخر الجامع ما عندوش دوره ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بارك الله عليك